معنى آية ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي ذلك سياق الحديث عن صفات المنافقين عندما فضحهم في هذه السورة الكريمة. ويجب على كل مسلم معرفة معنى آية ومنهم من يلمزك في الصدقات وما ترشد إليها من مقاصد بالغة الأهمية. إن معنى آية ومنهم من يلمزك في الصدقات أي إن من المنافقين منهم بعضهم من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيب عليه في أمر الصدقة وفي أمر توزيعها، حيث كانوا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصدقات لمن يحب أكثر ويطعنون فيه وفي حكمه، ولكنهم يرضون عندما يعطيهم الرسول من الصدقات أكثر، أما إذا لم يعطهم يسخطون ويتذمرون. وقد ورد أن الآية نزلت في ابن ذي الخويصرة التميمي، حيث جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي تفسير السعدي أن المنافقين كانوا يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الصدقات وينتقدونه فيها، ولم يكن انتقادهم فيها وعيبهم صحيحا، ولم يكن دعوة حق ولا بسبب رأي سديد، ولكن كانت غايتهم أن يأخذوا من الصدقات بسبب الطمع المتأصل في نفوسهم، ولذلك لا يجب أن يكون رضا وغضب العبد تبعا لهواه وأغراضه الدنيوية، بل يجب أن يكون الغضب لله تعالى والرضا له كذلك، والله تعالى أعلم.